باللي لفوا منا ومنا التجمع عز والفرقة بلاوي ديرتي ديرتي دولة قطر حصن تبنى اسمها بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم المشاهدين الأعزاء المتابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم بكل خير. نتواصل في هذا التحدي في هذا المسار يوم اللقايا ويوم أصحاب السمو الشيوخ، اليوم الرابع على التوالي بداية التنافس والتحدي في هذا الميدان وفي هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير للتنافس على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتواصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل لنتواصل مع شوطنا 18 الخاص بالإبكار اللقايا الأصايل مع هذه الشعارات مع هذه المنافسات ومع هذه التحديات. نتابع هذا المسار الغوي، نتابع هذا الشوط المثير، نتابع صدارة البداية الأولى المقدمة والصدارة. هذه شرط اللي تاتي على مقدمة الشوط لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي اللي ياتي على المقدم والصدارة بالمتابعة والتضمير. بينما المركز الثاني نتابع ثاني المراكز وهذه فوج اللي على المركز الثاني من هجن الشحانية يضمرها الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. بينما المركز الثالث على ثالث المراكز هذه اعتبار اللي متواصلة في المركز الثالث من هجن العاصفة غياث الهلالي يتابع هذا الشعار الملكي. بينما المركز الرابع على رابع المراكز هذه طيف المتواصلة في هذا الشوط مع هذا التحدي من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الخامس نتابع خامس المراكز واللي هناك متواصلة مع هذا المسار واللي هي الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ من خميس بن علي آلي نيبي يضمرها. هذه مراكزنا الخمس الأولى المتواصلة، أول نداء وأول تحدي في هذا المسار الغوي. سن اللقايا وسن المفاجآت، يوم السرعة الفائقة، يوم التحدي، اليوم الذي بالفعل يشهد منافسة قوية ومنافسة عظمى بالفعل من خلال المشاركات ومن خلال التحديات. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. أشوف التحدي، أشوف التبادل، أشوف اللي غيرت الموازين مبكرا، اللي يرت الشوطنا من خلال هذه اللحظات واللي هي فوج بالفعل. يا سلام يا فوج تأتي على مقدمة الشوط لهجن الشحانية يضمرها الذهبي سالم بفاران المري. روح بجابر روح، روح مع الأداء الجميل مع الرقص المميز في هذا التحدي الغوي. المركز الثاني والجنتن مال بالفعل يتواصل ويرصد هنا ويغير ويبدل الموازين مع شرطه بالفعل، شرط المشاركة والمنافسة، شرط اللي تأتي على المركز الأول لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي. يا سلام، المركز الثاني المنافسة والتحدي يتواصل من اعتبار المشاركة والمنافسة. الشعار الملكي، الشعار اللي يعصف في الميدان عصف الرياح العاصفة، هنا غيرت الموازين بدلت في هذه اللحظات واللي هي اعتبار لهجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. يا سلام سقاك الغيث يا غياث من خلال المشاركة. المركز الثاني ثاني المراكز واللي قادمة من الجانب الثاني، الله 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 الله، يتحدي والإثارة والقوة هنا الفائقة. يا سلام هذه الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيبي اللي يضمرها. المركز الثالث وصل شعار الرياسة، وصل في هذه اللحظات، وصل من مركز إلى مركز مع الوثبة لهجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون البهيري المجازف هنا غادم بكل قوة. المركز الرابع نتابع الإثارة مع ظنون الأصالة والإثارة واصلة لهجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. ولكن يا سلام
يا سلام، وصلت اغوى المرشحات، غزوه في شوط الغزو، غزوه اللي غادمه بكل قوه لسعاده الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني، احمد بن محمد بن كراز المهيري اللي غادم بكل قوه بالاثاره والتحدي، ولكن يضمرها ناصر بن حمد الشهواني. الله الله، روح ابو حمد روح مع الاداء الجميل، حاصل على المركز الاول قبل ايام، وتعيد السيناريو باذنه تعالى في هذا المسار. نعود للصداره، اشوف الامور، اشوف التبادل، اشوف التحدي، اشوف اعتبار اعتبار اعتبار، هناك لهجل العاصفة غياث الهلالي هنا يضمرها ويتابعها، ولكن وصول من براقه 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 برقت برقت في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن رايد بشهد المكتوب السعيد بن محمد بن مروشد، وايضا ايضا اعتبار تنافس في هذه اللحظات المنافسة الاغوى، اعتبار من هجل العاصفة يضمرها غياث الهلالي، والوثبة الوثبة الوثبة غادمة لهقل الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وغزوة غزوة غزوة بالفعل المتواصلة مع شوط الغزو لسعادة الشيخ فواز بن عبد الرحمن الثاني، يضمرها ناصر بن حمد الشهواني، وأيضا الصدارة. نعود للمركز الأول، نعود والعود أحمد، نعود للصدارة مع الكيلومتر الأخير اللي يفتح أبوابه للصراع، يفتح أبوابه للنزاع، الصدارة مع فزعة، ولكن اعتبار 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 العاصفة العاصفة مع اعتبار في هذا المسار الغوي والمثير للمرة الخامسة على التوالي. الهادرك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا اعتبار اعتبار في الصدارة لهجر العاصفة يضمرها غياث الهلالي، ولكن فزع من الجانب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم السعيد بن محمد بن بروشد، ايضا المتعب 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 غياث الهلالي في منافسة قوية مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات المثيرة مع اللحظات الأخيرة. السلامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى فزعة اللي فزعت الهادرك فزعت الناموس. سلام 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 يعبر الحدود، تهانينا للمرة الخامسة على التوالي، تهانينا لمالك فزعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا للمتعب المتعب المتعب السعيد بن محمد بن مروشد، راح بالناموس راح مع الانتصار. سلام 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 سلامي هذا الأداء، سلامي هذا الرقص للمرة الخامسة على التوالي بالفعل، تهانينا والناموس. المركز الثاني اللي وصلت هي اعتبار لهجن العاصفة، والمركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان واللي هي الوثبة. المركز الرابع المركز الرابع لهجن العاصفة، والمركز الخامس من هجن الرئاسة. يا سلام يا هذا التحدي، الإثارة، المنافسة اللي بالفعل شهد هذا الشوط المثير، وبالفعل أن فزعة فزعة اللي فزعت الناموس والانتصار للمرة الخامسة على التوالي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية بالفعل للمتعب اللي أتعب المضمرين أتعب المشاركين بالفعل بهذه المشاركة الغوية والفعالة في صباح هذا اليوم. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني للحظات، ونعطيكم التوقيت اللي تواصل مع الخمسة كيلومترات مع منافسة قوية بالفعل الكل شهدها بالفعل في هذا الصباح. لحظات وصول فزعة الى خط النهاية، وتوقيتها 7:29 وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة بالفعل موصولة لسعيد بن محمد بن مروشد المركز الثاني، واللي بالفعل ما قصرت بيدها قدمت عرض يشكر عليه، هي اعتبار من هجن العاصفة، وتوقيتها 7:32 وفان في اجزار وثمان اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذه المشاركة. المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان 7:32 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المحفوظ بقميص علي نبي.